من يومين طلع الحقيقة بعد الأحداث بيومين، طالع يتكلم عن الأحداث. أنا شفت الفيديو بنفسي وما قدرتش أكمله من حفلات إبراهيم عيسى، قاعد يرفع وينصب وبيقرأ البيان بتاع حزب مستقبل وطن وإنه ولكنه والحاجات دي، وعمال يتكلم بكل حب وود ويوجه باللغة العربية الفصحى التحية للحزب، وأشاد ببيان الحزب اللي طلع يعني ينفي الأحداث، صلته بالأحداث، مع شوية انتقاد يدوب على الماشي كده. هوب إبراهيم عيسى، أنا ما قدرتش أكمل الفيديو، لأن الفيديو إبراهيم ده أنت التعريض ما وصلش للدرجة دي، مش قادر يدين حزب مستقبل الوطن، مش قادر. وأحسن هذا الحزب الجماهيري، أحسن أنه طلع شجب الأحداث وأفضل مش عارف إيه، ولكنه وحاجات دي بيهزر بيمثل. رغم كده دخل لا برضو في مرمى الهجوم، زي ما كتب حساب باسم محمد اللي كتب بيقول اطلع يا حمادة، إبراهيم عيسى طلع بيشكر بيان حزب مستقبل وطن واللي بينكر فيه صلة وأحداث نقابة المهندسين وأنه سيقاضي كل من يسيء الحزب. عيسى تحدث عن الحزب كحزب عريق وشكر في قياداته المحترمة ومنهجهم وقالوا أنه صديق ليهم. الحقيقة كلام كله نفاق لحزب الهيئات السيادية، وكلام ما كانوا أوسخ صفيحة زبالة إصفخس. والله العظيم الراجل ده، الراجل ده مين يا أولاد؟ محمد، قسما بالله يا حاج محمد إن ده اللي حصل لي وأنا بسمع الفيديو. إبراهيم عيسى اللي لسانه قد كده، اللي لما تيجي سيرة القرآن يقعد يزعق ويتنفض، جاي يقول لك وأشكر الحزب إنه طلع هذا البيان، وهذا الحزب العريق ولي أصدقاء في هذا الحزب وهو حزب وطني بالدرجة الأولى. إيه ده إبراهيم؟ أنا حتى بعت الفيديو لزميلي رئيس التحرير، قلت له أنا هموت وأعرف سؤالين في مصر، عايز أعرف حاجتين بس، مين ساند مرتضى منصور؟ ده هتجنن. السؤال التاني بقى، انت ممسوك عليك ايه إبراهيم عيسى؟ دول السؤالين، انا يكفيني دول في تاريخ مصر في هذه الفترة. مين اللي ساند مرتضى منصور؟ هل هو صاحب السيسي؟ والسؤال التاني، مسكين على إبراهيم عيسى ايه؟ ايه اللي ممسوك عليك قوي كده؟ ايه اللي مخليك يا إبراهيم كالفراخ البلدي الداجنة التي يعني اللي ربطينها؟ ايه اللي مخليك فرخة قوي كده؟ افلام، مسكين عليك افلام، عادي ما اتمسكت على خالد يوسف، ايه اللي مسكينه عليك؟ تكونش انت اللي... لكن الغريب ان حتى الكلام الحلو ده عن الحزب يبدو برضو ما عجبهمش، والحزب مش عايز حد يجيب سيرته من القصة في الاصل، فعشان كده فيديو إبراهيم عيسى اتحذف من كل المنصات والمواقع، ومحدش عارف يعتر له على طريق جرة. يعتر له يعني يعصر عليه. لكن احنا لقينا بعض الحسابات الشخصية نشر جزء بسيط منه، خلينا نعرض لكم الفيديو ده ومسكوا اعصابكم الله يخليكم. معظم من هذا البيان إدانة للأحداث مش ذكر للأحداث. أنت حزب كبير ومهم وحزب الأغلبية، المشاهد اللي شفناها بصرف النظر عن مدى المتورط فيها، وإذا كان الأمر كما يقول البيان محل تحقيق وهو فعلا محل تحقيق، بصرف النظر عن من هو المدان، لكن الفعل مدان. يعني كان حزب مستقبل الوطن كان لازم يدين بصريح العبارة بالجمل القاطعة الحاسمة الفاصلة المشاهد اللي موجودة من اعتداءات على صناديق الاقتراع أو تمزيق الأوراق أو محاولة إرهاب لجان الإشراف أو اشتباكات البدنية. بصرف النظر بقى هو مش جهة تحقيق، إنما هو جهة سياسة. حزب يرى هذا المشهد الشريع البشع في الجمعية العمومية الطارئة لقتل المهندسين، فكان لابد ولهذا المشهد أن يدان، يرفض ويستنكر ويدان، مش يذكر كأحداث. طيب النقطة الثانية برضو اللي كنت أتمناها، يعني إنه زي ما أوضح الحزب بجلاء إنه بعض أعضاء اللي موجودين هم أعضاء أساسا في قتل المهندسين، وإنهم يمارسوا حقهم النقاب الطبيعي، حق أبسط حقهم، يعني حق مشروع في وجودهم، حق مشروع في نشاطهم جوه النقابه وفي يوم الجمعيه العموميه الطارئه. لكن الحزب ما قالناش في البيان
لمدى يوجد قيادات ووجوه وأعضاء من حزب مستهدف الوطن ليسوا أعضاء في النقابة في ذات المشهد وليسوا مهندسين. طبعا اللي بتشوفوه ده هو ده الجزء اللي إبراهيم يعني بيقلع الحزب ملط، بيقلع الحزب، لكن انتم شفتوش اكتر من نص ساعة وعمال يشكر في الحزب ويشكر في بيان الحزب ويتكلم على وطنية الحزب وعلى اصدقائه اللي في الحزب اكتر من نص ساعة، لدرجة انا ما استحملتش رحت رامي الفيديو. الصحفي فتحي ابو حطب اكد ان حزب مستقبل وطن بنفوذه وليس الدولة هو اللي حذف في الفيديو ابراهيم عيسى ده عشان خايف. اهو ده كلام الصحفي مصطفى ابو حطب اللي قال مستقبل الوطن خايف ومع حق. قناة القاهرة والناس حجبت فيديو إبراهيم عيسى الذي انتقد فيه حزب مستقبل الوطن. الفيديو أصبح برايفت على اليوتيوب. معلومات الشخصية، أجهزة الدولة لم تطلق من القناة حذف الفيديو، وأن الحزب وطن هو الذي نفذ الرقابة لدى حزب الأغلبية النفوذ الكافي لحذف ما يريد من محتوى في مصر ولن ينتظر تدخل الدولة. المؤكد أيضا أن إعلام الدولة لم يتدخل للدفاع عن حزب مستقبل الوطن حتى الآن باستثناء تجاهل الخبر نفسه. تقديري الشخصي أن حزب مستقبل الوطن انتهى من الحياة السياسية وكل ما تبقى له فيها مجرد وقت. السؤال بقى ليه إبراهيم عيسى طلع ما دافعش عن فيديو بتاعه وقال مين اللي حذف الفيديو؟ كل اللي عملته يا إبراهيم إنك أنت طالبت الحزب بإنه يعمل تحقيق داخلي. طيب اسمع كده الصحفي حسام الهندي قال لي، معلش، قال الأستاذ حسام إبراهيم عيسى طلع اتكلم باسلوب يقول البعض دبلوماسي عن حزب وطن وشكر في الحزب وطالبه بكل حنيه بتحقيق داخلي عشان موضوع نقابه المهندسين، هوب المقطع اتحذف. قسما بالله ابراهيم ما جه عليكم، والله العظيم انا شفت الفيديو، ابراهيم ما جه عليكم، ده هما الكلمتين دول اللي قالهم بس، ده ثلاث ارباع الفيديو عمال يشكر في الحزب. حذف فيديو ابراهيم عيسى جريمه ثانيه تضاف لجرائم الملف بتاع الاعلام، زي ما كتب حساب او كتبت حساب باسم جورجيت. جورجيت بتقول حذف مقطع ابراهيم عيسى عن مستقبل وطن على قناه القاهره والناس هي جريمه اخرى تضاف للجرائم القائم على ملف الاعلام لا تقل عن موقعه الشبشب والقفل. ده زي برضو ما منع لقاء حمدين صباحي بعد ترتيب القناه، سيلاحقكم العار اينما كنتم، الحوار الوطني في ذمه الله نقابه المهندسين. لكن يبدو ان ازاله الاشجار هي الاشجار والبيوت والمقابر والفيديوهات بقت عنوان هذه المرحله، وده اللي كتبته حساب باسم نينا او نينا. نينا قالت حتى فيديو ابراهيم عيسى عن غزوه نقابه المهندسين الراجل بذل قصارى جهده وذكائه انه ينتقد بيان حزب مستقبل الوطن بحنيه شديده وطبطبه فخيمه شالوه من اليوتيوب. الإزالة، الأشجار، البيوت، المقابر، الفيديوهات، عنوان المرحلة. حذف الفيديوهات ده مؤشر على أنه محدش هيتحاسب وهيحصل ضغوط لسحب البلاغات، زي ما قال حساب بلاغات اللي حصل في النقابة، زي ما قال حساب باسم مصري اللي قال أنتوا لما تحذفوا مقاطع إبراهيم عيسى بخصوص الفضيحة اللي حصلت في نقابة المهندسين على يد حزب مستقبل الوطن وكمان انتقد فيها الحكومة على الضرائب الغير مبررة وتخلوا الفيديوهات برايفت، انتوا كده مثلا غيرتوا شيء من الحقيقة اللي عند الناس، وده مؤشر انه محدش هيتحاسب وهيكون في ضغوط لسحب البلاغات والتصالح زي اعارات المصاطب اللي بتحصل بعد الجرائم الطائفية.